الهجوميه. احنا معانا تليفون يا جماعه. طيب احنا معانا على الهاتف الاستاذ الكابتن خالد مهدي من مدير الكره في الانتاج الحربي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ تحياتي وتحيات كابتن عادل كابتن طعيمه عادل وكابتن رضا شحاته. وتحياتي للكابتن رضا حبيبي. الاول يعني بهني حضرتك على التجديد لكابتن مختار، في نفس الوقت ما شاء الله النادي الانتاج الحربي في وضعيه جيده في الجدول. انا الحمد لله، والله طبعا اهم حاجه الاستقرار. احنا منظومه بنحب نشتغل، يعني بنحب نشتغل في هدوء، وطبعا اللي هو اشرف عامل رئيس النادي كان حريص ان هو يعني بعد الاداء الطيب اللي كابتن مختار عمله، الاداء المميز، انه يبقى في استقرار لمده موسمين. وجددنا وتم التجديد بالفعل لكابتن مختار قبل مباراه الاهلي على عقد لمده موسمين. طيب الاستراتيجيه كابتن مختار هل بتدي، يعني السنه دي ما شاء الله نادي الانتاج وضعيه مركز الخامس، ومن الوارد ان هو يبقى في وضعيه افضل من كده، هل طموحكم ان انتوا تشاركوا في بطوله افريقيا في المواسم القادمه؟ والله طبعا احنا هدفنا الهدف الرئيسي المشاركه في البطوله الافريقيه، بس ما كانش الاستراتيجيات ما كناش رسمناها على الموسم ده، كنا رسمناها على الموسم اللي جاي او اللي بعده. ولكن طبعا الحمد لله اداء اللعيبه ادائهم كويس جدا، دعمنا في يناير بعض الصفقات اللي ساعدتنا ان احنا ماشيين كويس، مركز سادس بيننا وبين الخامس 3 بوم، مع الفروق اللي اتكلم في فروق ماديه كبيره جدا ما بيننا وما بين اي فرقه من المراكز المتقدمه ديت، لان احنا لنا سقف عقد ما بنتعدوش، يعني ان احنا برضو منظومه عسكريه ولنا ميزانيه محدده يعني. فديت برضو ادتنا الكابتن مختار ارتياحيه في العمل معانا، واحنا مرتاحين معاه في الشغل، وكلنا لعيبه طبعا ان انت بتطلع لهم مرتباتهم في مواعيدها وكفاءتهم بعد المباراه ب 24 ساعه، ده اللي لعيب بيهمه، ان هو يبقى مكان مستقر، مكان عارف ان هو ما بيتعرض عليه مبلغ بياخده وما بياخدوش ناقص. انا ممكن بعرف ان في انديه بتعرض مبالغ اكبر، ولكن في الاخر بتيجي اللاعب بيحصل على نصها او ثلاث ارباعها، فما بيبقاش في يعني امور، ما بتبقاش برضه مريح اللاعب زي عندنا بالظبط. كابتن خالد مهدي مدير الكره بنادي الانتاج الحربي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن عادل ارجع لحضرتك، تبديلات الكابتن حسن.